أهلا وسهلا، معكم يوسف السيس، متواجد الآن في مكتبة جرير، وشكرا لهم لإتاحة الفرصة لإقامة ورشة عمل عن التصوير الاحترافي في الجوال بتعاون مع هواوي. وكان اليوم حديثنا عن جهاز هواوي بي 20، وتكلمنا عن مواصفات الجهاز والكاميرا بالإضافة إلى مواصفات أو أساليب وطرق وتقنيات التصوير في الجوال. أهم المميزات الموجودة بهاتف هواوي بي 20 برو هي الكاميرا. صراحة من تجربتي يعني الكثيرة للجوال، يعني الكاميرا فعلا مميزة، واليوم يعني ركزنا على هذا الموضوع بشكل كبير وتكلمنا يعني عن كيف اللي هو التقنيات، أو يعني كيف نصائح بسيطة كيف أنك تقدر تطلع صورة رهيبة.